اسمي مهرة من مدرسة شمة بنت محمد الصف الخامس، وأنا مواطنة إماراتية وأفتخر بأني من هذه الدولة. أنا أحب دولتي، دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها قدمت لي الكثير من الخيرات، ومن أعظمها نعمة الأمن والأمان. اللهم احفظ لنا شيوخنا الكرام، وارحم مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وارحم شهداءنا البواسل، وأدم نعمة الأمن والأمان في الدولة. أحب تشاب بلادي.